أبو الدرداء ضعضع عمير بن مالك الخزرجي المكنى بأبي الدرداء من نومه مبكرا، ومضى إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان من بيته فحياه وطيبه. ولما ارتفعت الشمس غادر أبو الدرداء منزله متوجها إلى متجره، فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد وهم عائدون من بدر، وأمامهم أفواج الأسرى من قريش. لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة، فقال له الفتى الخزرجي: لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما، وطمأنه عليه. ولم يستغرب الفتى سؤال أبي الدرداء عن عبد الله بن رواحة، لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي كانت تربط بينهما. ذلك لأن أبو الدرداء وعبد الله بن رواحة كان متأخين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اعتنقه ابن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء، لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر، إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبي الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه ويأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك. وصل أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي وجعل يبيع ويشتري وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله. ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبي الدرداء وقد عزم على أمر، فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه، فقال: السلام عليك يا أمة الله. فقالت: وعليك السلام يا أخا أبي الدرداء. فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود. فقال: أتأذنين؟ فقالت: على الرحب والسعة، وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها. دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه، وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يقطعه وهو يقول: ألا كل ما يدعى مع الله باطل؟ ألا كل ما يدعى مع الله باطل؟ فلما فرغ من تقطيعه غادر البيت. دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدا قطعا، وجعلت تلطم خديها وهي تقول: أهلكتني يا ابن رواحة، أهلكتني يا ابن رواحة. لم يمضي غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله فرأى امرأته جالسة عند باب الحجرة وهي تبكي وعلامات الخوف منه بادية على وجهها، فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى، فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له، لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه، ففكر فيما حدث ثم قال: لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه. ثم انطلق إلى عبد الله بن رواحة ومضي معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله، فكان آخر أهل حيه إسلاما. آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله إيمانا خالط كل ذرة في كيانه، وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير، وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله وحفظ لكتاب الله وعبادة وتقوى ادخروها لأنفسهم عند الله، فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد، فانصرف إلى العبادة انصراف متبتل، وأقبل على العلم إقبال ظمآن، وانكب على كتاب الله يحفظ كلماته. ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف، وقد سأله في ذلك سائل فأجاب: لقد كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي ما أردت،
فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب، وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها، واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه وثوب صفيق يستر جسده. وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام، فأبى فأصر عليه، فقال أبو الدرداء: إذا رضيت مني أن أذهب إليهم لأعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت. فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق. فلما بلغها وجد الناس قد أولعوا بالطرف ونغمسوا في النعيم، فهاله ذلك ودعا الناس إلى المسجد، فاجتمعوا عليه فوقف فيهم وقال: يا أهل دمشق، أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء. يا أهل دمشق، ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي؟ فنصيحتي لكم ومؤنتي على غيركم. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به. ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون. لقد جمعت الأقوام التي قبلكم، فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأمالهم غرورا وبيوتهم قبورا. هذه عاد يا أهل دمشق، قد ملأت الأرض مالا وولدا، فمن يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمين. فجعل الناس يبكون حتى وصل صوتهم إلى خارج المسجد. ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدرداء يؤم مجالس الناس في دمشق، ويطوف بأسواقهم فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل، مغتنما كل فرصة مستفيدا من كل مناسبة. فها هو يمر بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه، فأقبل عليهم وقال: ما الخبر؟ قالوا: رجل وقع في ذنب كبير. قال: أرأيتم لو وقع في بئر أفلم تكونوا تستخرجونه منه؟ قالوا: بلى. قال: لا تسبوه ولا تضربوه، وإنما عظوه وبصروه، واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض فعله، فإذا تركه فهو أخي. فأخذ الرجل ينتحب ويعلن توبته. وهذا شاب يقبل على أبي الدرداء ويقول: أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا بني، اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. يا بني، كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع، يقصد الجاهل، فتهلك يا بني. وليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المساجد بيت كل تقي. وهؤلاء جماعة من الشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين، فيقبل عليهم ويقول: يا بني، صومعة الرجل المسلم بيته، يكف فيه نفسه وبصره، وإياكم والجلوس في الأسواق، فإنه يلهي ويلغي. ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين، ثم قال لمن حوله: لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فما زال يرددها حتى فارق الحياة. العبرة اللي ممكن ناخدها من أبو الدرداء النهاردة هي إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. مات أبو الدرداء ومات الأغنياء المطرفين في الوقت ده، ولم يذكروا إلا بالطرف، ولم يذكر أبو الدرداء إلا بالخير. يا ترى لو اطلعنا عليهم دلوقتي في قبرهم، مين اللي ممكن إن إحنا نتمنى نكون مكانه؟ يا ترى نتمنى إن إحنا نكون في قبور المطرفين؟ كانوا مضينا زي ما إحنا بنقول كده، وما كانوش يعني شغالين دماغهم بالآخرة، ولا شغالين دماغهم من هم يتعلموا دينهم، وبيقولوا ما إحنا مسلمين أهو وإحنا يعني كفار، ومش مهتمين ومنشغلين بالدنيا وبس وخلاص، وبتحصيل المتعة فيها وبالرغبة في العلو فيها، وبيبصوا لبعض ويشوفوا حياة بعض وبيغيروا من بعض. ولا هنبقى عايزين نكون موجودين في القبر مع أبو الدرداء اللي ترك الدنيا على رغم أنه يقدر يجيبها؟ تركها مش لحرمانية، تركها ابتغاء
ما هو أفضل منها؟ سيدنا أبو الدرداء بعت لنا النهاردة رسالة يا جماعة، إذا تعارض الدين مع الدنيا هتعملي إيه؟ هتقدري تسيب الدنيا ولا هتقولي لا أنا هجمع ما بينهم ولا هتعملي إيه؟ اللي بيحاطط في دماغه إنه أنصح من سيدنا أبو الدرداء وهيقدر يجمع ما بين الاتنين مش هيحصل، مش هيقدر. هو اللي ممكن إنه يشتغل إنما يحصل كل متع الدنيا وهو في نفس الوقت بيسعى للآخرة، مستحيل يقدر يجمع بين الاثنين. ممكن انه يحصل اليسير من الاثنين، ممكن يحصل اخرة اكتر من الدنيا، ممكن يقدر يحصل دنيا اكتر من اخرة، انما الاثنين بنفس القوة مستحيل. تعارض هيحصل، هيحصل غصبا عنك. يعني انا دلوقتي عايشة في مكان فقير، في بلد فقيرة، وعندي القدرة ان انا اسافر في دولة من دول اوروبا. ديني بيقولي مش هينفع انك انت تكوني موجودة في بلد كفار، ديني بيقولي ان مفيش ضرورة لوجودك هناك. طيب دنيتي بتقول لي ايه؟ هناك احلى، هناك اجمل، هناك اعلم اولادي تعليم عالي، هناك 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 المكان انظف، هناك المكان اغلى، هناك ممكن تلاقي فرص شغل كتير. يعني التعارض ده هيتنوا معاكي، هيتنوا ملازمك، لان هو ده زي ما تقولي كده ترمومتر اللي بيبين درجة صدقك، اللي بيبين نيتك الحقيقية. ولازم ده يحصل، لازم ده يحصل. يعني اللي بتقول ان انا ببتغي مرضات الله، عايز ربنا يستخدمني في حفظ القرآن، حفظ الناس القرآن وربهم من ربنا، وبعدين نلاقيها في نفس الوقت تركت اولادها ما علمتهمش ولا صلاة ولا قرآن، والاولاد طالعين كلهم ما فيش اي التزام وما فيش دين، يا ترى هي صدقة؟ لا طبعا. هتقولي طب وهي ذنبها؟ اقولك لا، ما ينفعش ده، يعني تفرغي لهم بقى. ينفعش تنزلي شغلك عشان تطلب الرزق وانت جاهلة في الدين، ما ينفعش. ممكن تقعدي تجمعي في فلوس وفي الاخر ما تستمتعيش بيها، ممكن تنزلي وتحققي نجاحات وفي الاخر تتحشري عند الله خسرانة. لا، الاول دينك، اظبطي دينك. لو مش متعلمة تعلميه، لو انت ضعيفة في العبادة قوي عبادتك، وده هيتعارض مع دنيتك سيبي الدنيا دلوقتي، سيبيها دلوقتي، اقبلي بالقليل منها، قولي مش مشكلة ناكل اي حاجة نلبس اي حاجة بس اتعلم الدين. مش مهم دلوقتي انزل الشغل، هنزل الشغل بس بعدين، مش دلوقتي، لسه لسه. ما ينفعش اروح انشغل في الدنيا وتحصيل متعتها وانا معرفش يميني من شمالي في الدين. يعني تجيلي شبهة اقع فيها، تيجي لأولادي شبهة يقعوا فيها، وانا كنت مشغولة في تحصيل الرزق. كل الحكاية احنا لو عندنا شوية قناعة باللي عندنا يا جماعة، والله ما نتعب في حياتنا. احنا الحمد لله رب العالمين بيكفينا القليل جدا. يعني لو كلتي مرة في اليوم تكفيكي، لو لبستي لبس واحد في الصيف ولبس واحد في الشتاء يكفيكي. امال المشكلة بتيجي فين؟ المشكلة بتيجي من التطلع لما في ايدي الناس اللي حوالينا. عايزة ابقى زي صاحبتي، مش عايزة ابقى اقل من اختي، عايزة ابقى احسن من جارتي. انا ناقصني ايه يعني عشان ابقى غنية كده زيهم؟ هم دي الناس العايشة. بتقعدي تقولي لنفسك الكلام ده، الكلام ده هو اللي بيخسرك على فكرة الدنيا والاخرة، مش تكسبي حاجة اللي بتقولي كده. اللي انت خدتيه بس هو كده، يعني سخط الله عليكي واسخط عليكي الناس وما طلتيش لدنيا والاخرة. امال ايه الصح؟ الصح هي خدي الدنيا اللي ما تتعارضش مع اخرتك. لو حصل تعارض ما بين اتعلم ديني وروح اشتغل، لا اختار اتعلم ديني. لو حصل تعارض ما بين اعلم الناس ولا اقعد مع اولادي، اتفرغ لهم بقى واعمل لهم برنامج ليهم مخصوص وافرغ وقتي ليهم، لا فرغي وقتك لاولادك. لو حصل تعارض ما بين شغلك وما بين جوزك، لا اختاري جوزك. لو حصل تعارض ما بين نفسك ومتعتك وسعادتك ومسؤولياتك اللي ربنا سألك عليها، لا اختاري مسؤولياتك، اختاري مسؤولياتك. خلي اللي يحمسك للقرار ده، افتكري دايما مين؟ سيدنا أبو الدرداء. افتكري وهو فين دلوقتي، وهو مستمتع بإيه دلوقتي، وفي حين انه يعني ايه الفترة اللي هو تعب فيها، 10 20 30 سنة بس، ايه خلود في الجنة حاجة تانية خالص. خلي الحافز بتاعك هو الجنة، خلي الحافز بتاعك هو ان الموت قريب مننا جدا، خلي الحافز بتاعك بان الدنيا هتخلص وهتنتهي ولن يبقى الا عملك، وان كونك مولودة مسلمة وعندك بعض المعلومات كده طراطيش كده عن الدين ومثلا بتصلي ولا حاجة، ده لا يكفيك ابدا، لان التعارض هيحصل ولان الفتن هتيجي. ولازم لو كان في صدق وفي اخلاص وانت في حالة السلم، لما تيجي المشكلة او لما تيجي الفتنة هتقدري تقفي على رجلك ومش هتقع بإذن الله.
يعني العبادات دي مش هدف في حد ذاتها، العبادات دي هي الوسيلة اللي هتوصلك انك تقربك من ربنا. طب وبعدين لما تقربي من ربنا بقى، ربنا سبحانه وتعالى هتستعيني بيه وتستغيثي بيه ساعة ما تقابلك المشكلة، ساعة ما تقابلك الفتنة، ساعة ما تقابلك الصراع الداخلي اللي بيجينا دي، اللي هي انا ولا بيتي وانا ولا اولادي. تعرفي ساعتها تجاوب على الأسئلة الصح، وتعرفي تقفي قدام الفتنة، وتعرفي تجمدي قدام الابتلاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين لم تغرهم الحياة الدنيا، ومن الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. عليكم ورحمة الله وبركاته.